بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني تشامبينغ، السيد الأمين العام للجنة الحزبية لمنطقة ينشوان نيشا ذات الحكم الذاتي لقومية خواي، السيدة حاكمة منطقة نيشيا السيدة شيان خوي. أيها السادة الأعزاء، يشرفني أن أحضر حفل افتتاح المعرض الصيني العربي بمدينة إنشوان الجميلة. هذا المعرض الذي أصبح معلماً بارزاً للتعاون العالمي العربي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، إن المنتدى الاقتصادي والتجاري يشكل الإطار الأمثل لتطوير الشراكة بيننا لترقى إلى مستويات طموح شعوبنا وآمال حكوماتنا لترسيخ علاقاتنا التاريخية المبنية على المصالح المحترمة والمتبادلة والاحترام المتبادل. ونحن في موريتانيا نقدر هذه العلاقات التي ما فتئت تنمو وتتعزز منذ إقامتها في السنوات الأولى من حصولنا على السيادة الدولية سنة 1960. وبهذه المناسبة وتأسيا بمثل صيني قديم، إذا شربتم الماء فعليكم ألا تنسوا من حفروا البئر، فإنني أرجو من واجبنا أن نقف وقفة تأمل وإجلال لما خلفه لنا الأبوان المؤسسان لجمهورية الصين الشعبية العظمى والجمهورية الإسلامية الموريتانية على التوالي ماو سي تونغ والمختار ولداداه على علاقات الصداقة متجذرة عمل الأجيال المتعاقبة على توطيدها والذود عنها لتصبح نموذجا يحتذى به في العالمين العربي والإفريقي. ومنذ 2009 شهدت هذه العلاقات تطورا نوعيا ملحوظا على المستويات الاقتصادية والسياسية والصحية والاجتماعية والثقافية بفضل تواصل مستمر بين المسؤولين الحكوميين والسياسيين ورجال الأعمال في البلدين. ففي سنة 2016 وحدها بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين الشعبية وموريتانيا 6.1 مليار دولار، شملت قطاعات الصيد والبناء والنقل والتكوين والتشغيل والمصادر البشرية. وأملنا كبير أن يتسع هذا التعاون ليشمل المزيد من القطاعات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا الجديدة. إن منطقة نواذيب الحرة تشكل فرصة نادرة للاستثمارات الصينية، وهي قادرة على أن تشكل فرصة متقدمة للصناعات الصينية باتجاه أوروبا والأسواق الإفريقية في الساحل وغرب وشمال إفريقيا، وهي توفر فرصا استثمارية رائعة بإمكان الصينيين والعالم العربي استغلالها وتطويرها. ولا شك أن اللجنة المشتركة الصينية الموريتانية التي التأمت بنواكشوط شهر مارس الماضي ستجسد هذا الطموح على أرض الواقع، كما أننا نعلق آمالا كبيرة على هذا المنتدى ليكون فرصة سانحة لرجال الأعمال في البلدين لتوطيد علاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق واعدة للمستثمرين الصينيين في موريتانيا. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.